الدمور من البلدات النادرة يلي بعد عندها طاحون بيعمل على الطاقة المائية مستفيدا من نهر الدمور. يخطط أهالي بلدة الدمور المشهورة بإنتاج الموز على طول ساحلها بتشجيع هواية ركوب الدراجات الهوائية بين مزارع الموز، حيث يستمتع السواح ببيئتها المنعشة والمظللة. وهذه البقعة الخضراء نحن كبلدية محافظين عليها، عاملين زونينج للمحافظة على الزراعة على المنطقة الخضراء وكمان على الزراعة البيئية والسياحة البيئية. فهالسهل سيحافظ عليه من الناحية الزراعية ولأنه هو مباشرة بمحاذاة البحر على البحر سيكون هناك مشاريع بيئية سياحية ولكن كمان تلتزم المبادئ البيئية. معمول مشروع للدراجات، يعني خبرية انك تمشي وانك تستعملي الدراجة لانه هي صديقة للبيئة اصبحت كتير قليلة، فراح يكون في ممر للدراجات بسهل الدمور حوالي 7 كيلومتر، راح يكونوا هالدراجات عم بيمروا بين شجرات الموز. بيمرق الواحد بقلب السهل عم بيعيش بجو السهل، بجو الخضار، بجو البيئي الصحيح، أضف إلى ذلك بيكون كمان عم بيستمتع بالطبيعة وبيستفيد كمان من الناحية الجسدية والنفسية لأنه